الماسك ده بقى اللي هيوقف شركات التجميل، مش هتشتري مكياج تاني بعد النهاردة، مفيش مكياج بعد الماسك ده، مش هتحطي مكياج تاني. لو عندك اي بقع في بشرتك هتختفي، لو عندك اي تصبغات في بشرتك هتختفي، هيخلي بشرتك بيضة زي اللبن الحليب، هتبقى زي بشرة الاطفال. تعالوا شوف احنا عملنا الماسك بتاعنا ده ازاي بمكونات بسيطة جدا، شايفين عامل ازاي يا بنات؟ تحفة تحفة تحفة، رائع، مكوناته موجودة في بيتك، واتحداكي هتقومي حالا حالا تدخلي تعمليه، ومكونات بسيطة جدا جدا، ماسك رائع وتحفة. تعالوا نشوف عملناه ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، بالله عليكم اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي، وكل ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. دمتم في امان الله، وتعالوا نشوف الماسك بتاعنا وازاي عملناه وازاي هنستخدمه. يلا تعالوا نشوف هنعمله ازاي. انا بقى اللي هخليكي كده تدخلي رمضان وبشرتك زي البدر من غير ولا نقطة مكياج، تمام؟ تعالوا معايا بقى واقول لكم ازاي. اول حاجة معانا كده هنحط ايه، معلقة صغيرة من النشا. النشا بنات تفتيح وترطيب، والناس اللي بشرتها دهنية زودوا من النشا يا بنات في ماسكاتكم، بيمتص الدهون الزيادة اللي في البشرة، وفي نفس الوقت بيرطب وبيدي نضارة وتفتيح رهيبة. النشا اللي هو ايه، الكورن فلاور، تمام. وهنضيف عليه ايه بقى، الحاجة اللي مش هتصدقوها، جليسولايد كريم، حلو جدا جدا جدا، تمام. انتي كده مش محتاجة تزودي اي حاجة، يعني بصوا اضافات بسيطة كده بس، الماسك رائع. معانا معلقة من النشا صغيرة، وهنحط زيها كريم الترطيب بتاعنا، طبعا كلنا عارفين هو يعني غني عن التعريف، تمام. طبعا في البرد كل الحاجات اللي زي الترطيبات والكلام ده بتبقى ايه، قفشه شويه. وهننزل عليهم كده بعصره ليمون، تمام. البنات اللي بشرتها حساسه بديلي الليمون بميه ورد. انا كده كده هحط ميه ورد، بس لو بشرتك حساسه ما تحطيش الليمون خالص، حطي ميه الورد بس. تمام، كام نقطة بس كده من الليمون يا بنات، وهنقلب كويس. هتحسي ان هو ايه، ناشف كده، بس مع التقليب واحدة واحدة هتلاقي الماسك بتاعك بقى رائع. الماسك ده فوائده رهيبة، ده هيديكي ترطيب وفي نفس الوقت تفتيح، وهيديكي نضارة، يعني هيبقى كأنك حاطة كريم أساس أو فانديشن على بشرتك من غير أي كلام من ده، هتمشي كده منورة بشرتك فعلا. بعد الماسك ده هتحسي بتفتيح وترطيب رهيب. شايفين يا بنات أنا مقفلتش الكاميرا خالص، والله شايفين عامل ازاي، جميل جدا. وبرضو من الحاجات الجميلة يا بنات ماسك النشا والفازلين، تحفة حقيقي رائع، من اكتر الماسكات اللي عملتها وحبيتها. وزيت زيت الخميرة ومكعبات الكولاجين اللي هي بتاعت بذور الكتان، في ماسكات كتير قوي قوي حلوة عملتها على القناة، اتمنى تنزلوا وتشوفوها، حقيقي هتفيدكم وهتفرق معاكم جدا جدا. تمام كده يا بنات، انا هنزل ب نقطة بس من زيت اللوز الحلو، عايزة بس ايه اخلي يعني نستفيد اكتر. عندك حطيه، مفيش عندك مفيش اي مشكلة، مش شرط خالص تحطيه. وهننزل بايه يا بنات، هنزل بنقطتين ثلاثة كده من مية الورد، مش اكتر يعني، مش ما تزوديش يعني، نقطتين ثلاثة بس كده عشان بس القوام بتاعنا يبقى طري بس كده، شايفين اهو انا محطتش يعني نقطتين ثلاثة، تمام كده. وهنقلب كويس، طبعا انت عايزة تزودي الكمية اكتر من كده زوديها، انا عاملة بس على قد بشرتي اللي هو هفرده، ممكن ده كمان على فكرة يكفيني مرتين تلاتة على وشي، تمام. عايزة تستخدميه على ايديكي، عايزة تستخدميه على جسمك كله، تحفة على فكرة، يعني حتى لو استخدمتيه على جسمك كله تحفة. شايفين بقى بنات عاملة ازاي، حاجة كده في منتهى الجمال، تفتيح وترطيب ونضارة، حاجة رائعة. بصوا هتاخديه كده
هتستخدميه ازاي؟ هتستخدميه على بشرتك مرتين في الاسبوع، هتحطيه على بشرتك من 15 دقيقة ل20 دقيقة في المرتين، مش هتستخدميه اقل من كده. تمام يا بنات؟ يعني عشان تستفيدي من المسكات الطبيعية لازم تستخدميها وقت كفاية، ما تعملهوش مرة وتقولي لا ده ما عملش نتيجة. معلش يا جماعة، احنا مش بناكل مرة ونستفيد من الحاجة اللي كلناها. المسكات الطبيعية بالظبط زي الموضوع ده، زي الاكل بالظبط. يعني كلتي الحاجة اكتر من مرة هتستفيدي بيها، كلتيها مرة واحدة بس وخلاص كده لا، يعني نعتبر ما خدناش منها اي حاجة. تمام؟ هتسيبي الماسك بتاعك من 15 ل20 دقيقة، وبعدين هتشطفيه بمية فترة وتمام كده جدا، ورطبي بشرتك بعدها. وعلى العموم كمان هو مش محتاج ترطيب بعدها، هو اصلا هتلاقي بشرتك بعديه زي الحرير حرفيا. ان شاء الله هتدعيلي. الحمد لله احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكل ما نزل فيديو جديد يوصل لكم. انا ايمان وقناتي ايمي التميمي، دمتم في امان الله، وكل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.